الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. إن في أوائل علم الأصول يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندب وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان. بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا. هذا الضغط الذي نراه على الأمة والله من أعظم المبشرات. هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرات. لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك. في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل. ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. أحبتي الكرام، هذا اللقاء هو تتمة للقاء الماضي والذي كان تحت عنوان كيف تعالج مشاكل أولادك، وقد تحدثنا فيه عن كثير من الإشكالات التي تمر بنا في بيوتنا مع أولادنا، سواء كانت هذه الأشياء سلوكية أو أخلاقية أو كان وصلت إلى مراحل انحراف عالية جدا. أيا كان نوعها، وضربنا لها أمثلة تفصيلية في قضية الصلاة، شرب الدخان، المعاكسات، وجود صديقات أو أصدقاء أحيانا غير جيدين لهذه الفتاة أو لهذا الشاب، ناهيك عن بعض عبارات السب والشتم التي تخرج من فم الولد أو فم الفتاة إذا كانت صغيرة، إلى غير ذلك من الإشكالات التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. ثم كان الحديث عن أسباب حصول مثل هذه الإشكالات، هذه المشاكل التي تمر في داخل بيوتنا، ما الذي يجعلها تقع؟ وذكرنا بأن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب داخلية أي من المنزل، وأسباب خارجية أي خارج المنزل من الشارع والمدرسة وأحياناً الأصدقاء الذين في معه أياً كانوا في أي جهة كانت، لا شك أنهم يؤثرون على أخلاقيات الولد. وركزنا تركيزاً كبيراً أحبة الكرام على مسألة أن كثير من المشاكل تحصل ويكون سببها هو المنزل، هو الأب والأم. فلا نريد نحن إذا تحدثنا عن مشكلة ما رمينا أخطاءنا على الآخرين، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن أن نحل مشكلة أبداً. ولكن كما أن أبناءنا جزء من هذه المشكلة، نحن أيضاً جزء من هذه المشكلة. لا نريد أن نأخذ أو نرجع إلى ما بدأنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، نحن توقفنا عند مسألة أخيرة كانت في اللقاء، وهي كيف نعالج هذه الإشكالات،
كيف نعالج هذه الإشكالات؟ فقط أريد أن أذكر أحبة الكرام بأمرين ينبغي أن نستصحبهما في حياتنا، بل إن شئت فقل ثلاثة. أول هذه الأمور يا أخي الكريم، ونبهنا عليها سابقا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم إيش؟ مصيب ولا خطأ؟ خطأ. أنت تخطئ وأنا أخطئ، وزوجتك تخطئ وزوجتي تخطئ، وأولادي وأولادك، لا أحد معصومين إلا من عصمه الله. هذا المفهوم يريحنا كثيرا، لأننا أحيانا نغرق في المثالية، خاصة إذا كانت مثالية مقارنة بأن نقارن أولادنا بولد أحد أصدقائنا، أولاد الجيران أو نحو ذلك، فنبدأ نتصور هذا الإبن بصورة خيالية كبيرة، ونرسم له صورة جميلة نريد أن يصل إليها، ونظن أحيانا أنه وصل إليها، ونحاكمه بناء على هذا الأمر. لا، أولادك يخطئون، وأولاد الناس التربويين والمميزين والأكاديميين يقعون في أخطاء وطوام أيضا، ما في أحد معصوم. لهذا دعونا نبعد عن المثالية في تعاملنا مع أولادنا، نحن نتعامل مع إنسان، والإنسان يخطئ ويصيب. ثم مسألة مهمة ينبغي أن تصطحبها في حياتك في علاجك لمشاكل أولادك وزوجتك ومشاكلك أنت، وهو هدي نبوي، عندما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت رزقهم الرفق. إذن الرفق مطلب مهم جدا في علاجك للمشكلة، في نظرتك للمشكلة. أحيانا ننظر للمشكلة بتضخيم كبير، ولذا تحدثنا في اللقاء الماضي أن أحد مشاكلنا كآباء نضخم المشكلة، ونحن ككبار عندما نخطئ في العمل نتمنى أنهم ينظروا لهذه المشكلة ماذا؟ نظرة بسيطة، ونقول لهم: ترى الأمر سهل، يعني ليش تكبروا أنتم الموضوع؟ نفس الشيء الإبن لا يريد أحد أن يعني يكبر عليه هذا الموضوع. تكلمنا على التناقض بشكل كبير. أيضا هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وانظر لمسألة يعني زينة الشيء كيف تكون، وما نزع من شيء إلا شأنه. العنف لا يأتي بخير أبدا في التعامل مع الأبناء، ولهذا الآن عندنا يعني جزء كبير من أطفالنا في بلادنا يعانون من عنف أسري من قسوة، وأنا سأتحدث عنها إن شاء الله الآن في مسألة العلاجات. عندما نتحدث عن العلاجات أحبة الكرام أو الحلول، فإن الناس يسلكون قسمين من الحلول. القسم الأول حلول خاطئة تمارس في بيوتنا في تعاملنا مع أولادنا أو بناتنا، وحلول صحيحة نريد أن نذكر بها اليوم من خلال نصوص شرعية واردة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من الحلول الخاطئة أحيانا التي نمارسها ما يسمى في علم النفس بالتعويض المسرف. التعويض المسرف، للتعويض المسرف صور كثيرة ستأتينا إن شاء الله في أثناء الحديث. مثلا من الصور الموجودة الآن، وإن كان ليس له علاقة بالأخطاء إلا من جهة بعيدة، أن بعض الأشخاص قد عاش فترة حرمان في حياته أو قسوة أو ضرب، فيأتي ماذا؟ يغرق هؤلاء الأبناء ثم يعطيهم ما يشاءون وما يحتاجون، وخاصة يقع في الأسر المطلقة عندما يكون الأبناء عند الأب أو يكون عند الأم، فإنها تغدق عليهم إغداقا منقطع النظير، لأنه الطرف الآخر غير موجود، وهي بهذه الطريقة ماذا؟ تدمرهم، لأن الدلال الزائد هو في الحقيقة يشبه القسوة الزائدة. التعويض المسرف أيضا يأتي في أحيانا عندما نرى ولدنا يقع في خطأ معين نقوم نحن نغرق عليه. نضرب مثالا، تقف أحيانا على مشكلة مع ولدك أنه يسرق، فتقول: هذا الولد ما سرق إلا من أجل ماذا؟ أنه ما عنده مال، مع أنك أنت تعطيه مصروف شهري، تعطيه مصروف أسبوعي. وعلى ذكر المصروف أنا أدعوكم لمتابعة حلقة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، ستكون عن ميزانية الأسرة أو المال كيف نتعامل به في الأسرة وكيف نجعله سبيل تربوي لأبنائنا في الحال الموضوع الذي تعرفونه والبرنامج الذي تعرفونه دردشة أسرية. لكن لما يقع هذا الخطأ من الولد تجد أن هناك حل خاطئ من بعض الآباء: أغرقه، أعطيه مال. ليش أنت رحت يا ولدي ليش سرقت جوال عمتك أو خالتك أو جوال أمك؟ والله أنا كنت أحتاج فلوس، وأصدقائي كل واحد يعزم صديقه ويدفع عنه في المطعم وأنا ما أفعل شيء. فتقوم الأم أو الأب بإغراقه
بتمييزه عن الآخرين بمثل هذه الأشياء. وهذا بلا شك خطير أيها الإخوة، أحتاجنا أن ننتبه له. دائما القصد في الأمور هو الحق في الإسلام، القصد في الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تقتير ولا إسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أحد المشاكل التي أو أحد الحلول الخاطئة التي تستخدم في بيوتنا، وهي خاطئة 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 أيها الإخوة، وهي القسوة والضرب والمشادة معه في كل وقت. هناك بعض البيوت تبدأ بحرب باردة ثم تنتقل إلى حرب ساخنة، ساخنة جدا، فيها الضرب، فيها السب، فيها الشتم، فيها رفع الصوت، فيها الهجران من الأب لهذا الابن، وقد يكون أيضا العكس. وأنا أعرف أسرة دخلت وذكرت لكم سابقا، دخلت في حل مشكلة لهم مع والدهم، استمروا في هجره من ثالث متوسط إلى رابع جامعة وهو في ملحق. والله تقول الأخت التي اتصلت علي، قالت والله ما رأيت والدي حتى في المناسبات، لا أراه بسبب شيء تافه. لما يعني بحثنا معهم، لماذا أيها الإخوة الناس تقسو على أولادها؟ لماذا؟ من دوافع القسوة عند الآباء استمتاع الأب بالسلطة والقوة. هناك بعض الآباء يستمتعون بالسلطة والقوة، قد يكون محروم منها، حرم منها سابقا، كان في مرحلة كبت، أو أحيانا قد يكون هذا الإنسان في منطقة أو في عمل أو نحو ذلك مسلوب مثل هذا الأمر، ليس له أمر ونهي، ومن ثم يطبقه في داخل البيت، فيبدأ يستمتع بقضية السلطة والقوة مع أبنائه، بضربهم، بتأنيبهم، بإشعار نفسه بأنه يقوم بدور كبير. أحيانا الاعتقاد الخاطئ لدى بعض الآباء أن الابن كما يقولون بعضهم، إن كان عبارة خطأ، شقي، بعض العوام يقول لك شقي سلبي، ولا بد من التصدي لهذه الشقاوة. كيف؟ سلك، حبل، عصا، والعصا لمن عصى. هذه القضية ليست صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا العصا حيث يراه أهل البيت، بس يرونه ويعرفون أنك قد تضرب. وهناك دراسات الآن تثبت بأن الضرب المقنن ووفق الضوابط الشرعية والتربوية مفيد للطالب. في رسالة ماجستير حقيقة خطيرة جدا، كانت نتيجتها أن الطلاب الذين تلقوا ضربا كان تعليمهم أحسن من الذين لم يتلقوا ضربا. وهذا طبعا كلام شوي خطير، خاصة في خضم، يعني ليس معنى هذا دعوة للضرب، لا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وضربوهن لعشر، لكنه في الجهة المقابلة ما قال ضربوهن ضربا يعني ينكسر العصا عليه ويتقطع السلك على ظهره، لا، هذا ليس ضربا، هذا هو استشفاء من هذا الابن. لكن عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم غير مبرح هذا الضرب، ثم الأمر الثاني تتقي الوجه في الضرب، ثم لا تؤذيه، ثم يفسره السلف بأن أداة هذا الضرب شيء بسيط جدا كعود المسواك، وليس عصا غليظة تشترى من المحطات ولا من غيرها من أجل جلد هذا الإنسان، لا. إذن بعض الآباء عنده اعتقاد خاطئ أن هذا الشقي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضرب حتى ينطحن الشيء اللي في رأسه، وهذا أمر غير صحيح. بعض الآباء تربى في طفولته تربية قاسية، فهو يريد يربي أولاده كما تربى. الضرب خرجنا رجال، لذلك هو يريد أن يخرج رجال بهذه الطريقة. في إحدى الدورات كان يتحدث المدرب عن مسألة أهمية الرفق والتعامل الحسن مع الأبناء وأن هذا فيه خير كثير. ففي آخر الدورة قام واحد من الآباء ورفع يديه، قال هذا الكلام الذي تقولونه كلام غير صحيح. هذا الولد، وكان ولد معه في الدورة، وقام الولد قال هذا الولد له علاقة يومية صباحا ومساء، وهو الأول على المدرسة التي هو فيها، وهو يحفظ كذا من القرآن وعدد أجزاء، ثم ذكر جملة من وهو شاب مطيع ونحو ذلك. فقاله الأخ المدرب الذي كان يلقي تلك الدورة، قال وأنا ولدي موجود الآن معي وهو هذا، وهو الأول على فصله، وهو حافظ للقرآن كاملا، ولم يتلقى يوما واحدا مني ولا ضربة واحدة، إنما هو احترام وتقدير ومودة بيني وبينه. ولذلك الشخص الذي يضرب
له كم وجه؟ 20 وجه. لهذا الأبناء في